التاريخية. فكما كانوا ذلك هي مناسبة ومدافعا عن الوحدة الوطنية وصفته ورتبته في الشرفين اللي هما سي محمد. إلى غاية 62 لما ذهبت فرنسا إلى غير رجعة أخذت معها كل الوثائق المكتوبة في ذلك الوقت عن ثورة التحرير، بحيث كان النهب من الذهب إلى كل المصوغات، إلى كل المجوهرات، إلى كل الآثار المادية التي كانت هنا وهناك. الجزائر doit œuvrer pour la restitution de tous les biens déplacés, déportés ou transportés. En premier lieu vers la France colonisatrice et peut-être vers d'autres pays par la suite. لأن كاين بلدان واحد اخرين اللي عندهم لي بيان تاعنا. أردنا أن نفتح نقاش عبارة عن ورشة لهذا العمل هذا، اللي كيفاش نعمل مع المجتمع المدني، مع الإعلاميين، مع خاصة مع الجالية الجزائرية الموجودة في الخارج، لأن راح يكون عندها عمل جبار كما يقول لك أهل مكة أدرى بشعابها. احنا اليوم الدور تاعنا واش هو؟ احنا الدور تاعنا عمل تنسيقي ما بين القانونيين، الباحثين، المؤرخين والإعلاميين وطبعا أجهزة الدولة.